انكسرت من جوا لما شفت هذا الخبر عليك وانت كثير تافه. والله يا جماعة ما عندي أي تعليق على الموضوع. في غضون ساعات قليلة تصدر اسم أحمد الخليلي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وصار حديث الناس من بعد تداول إشاعات خبر موته من بعد ما تم تنزيل بوست ناعي بالوفاة على صفحته الرسمية على انستغرام من أطراف مجهولة لتبقى حقيقة وفاته مجهولة لعدة ساعات. فأحمد كان متواجد بمصر لقضاء رحلة سياحية هناك رفقة صديق واحد لإله فقط بعيد كل الب بعد عن أهله وأصدقائه اللي بالأردن. هذا اللي أثار نوبة من القلق والهلع وسط عائلته وأصدقائه وخاصة والدته اللي عاشت لحظات جدا صعبة وتأثرت صحيا مما دفع لنقلها للمستشفى حسب ما تم تداوله من الأخبار. أما بخصوص أصدقائه من المؤثرين فكانوا عم بيطمنوا الجمهور أن الأخبار غير مؤكدة وعن إمكانية أنها تكون غير صحيحة بنسبة كتير كبيرة وكانوا عم بيحاولوا الوصول والاتصال بأحمد وصديقه ولكن لم يجدوا الرد. فأنس الشايب نشر ستوري وهو في حالة صدمة وهو يذرف الدموع متمنيا أنه يكون الخبر غير صحيح. سياحة على مصر في خبر نازل على صفحة أنه متوفي اليوم. الخبر صار نازل ثلث ساعة. إن شاء الله يا رب يكون هذا الخبر كذب ما يكون صح. أما صباغ فتوجه لبيت عائلة أحمد بالأردن لا ينصدم من خبر أنهم مو عارفين الحقيقة هم أيضا فكان بيطمئن الجمهور عبر ستورياته على انستغرام. وأحمد كسواني وسام قطب ومهاوش ولورنس المنسي والششترية توينز كانوا عم بيحاولوا الوصول لمعلومات عنه وعن حقيقة اللي صار معه مما دفع لتدخل السلطات والسفارة الأردنية والمصرية للبحث والتحقيق بالموضوع والقضية. فبعد 4 ساعات من اختفائه وانتشار إشاعات موته ظهر أحمد بهالفيديو اللي نشره أحد أصدقائه اللي توجه للإطمئنان عنه بالأوتيل اللي كان مقيم فيه بمصر حيث ظهر أحمد في حالة ذعر كبير وهو يردد اتصلوا بأمي. فهذا جاء من بعد تلقيه خبر دخول والدته للمستشفى. فهون تأكد الجميع أنه أحمد بخير وإشاعات موته كانت كذبة واستغرب الكل عن انتشار هيك إشاعة وقت تواجده بمصر وبالتحديد وقت تصويره لفلوغ كان تحدي ما يمسك الهاتف ليوم كامل. وتحدث أحمد عن هالفكرة وأنه حيصورها بمصر قبل يوم من انتشار إشاعة وفاته ونشر البوست على انستغرام. مرحبا، في عندكم شغلة ناسينها أنتو؟ ناسي؟ 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 اتفاقنا، خلينا اشرح للناس، اتفاقنا مع شرف، شرف اتفق معنا، شرف مدير اعمال اتفق معنا انه ننزل هاي النزله على مصر وما نصور ولا استوري ولا تمسك التليفون. ولا امسك التليفون. يلا هات تليفوناتك، تليفوناتكم، هات هات. ايوه تليفونك، تليفونك. سلم. ايوه يلا. على المصحف. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. ما امسك التليفون. ما امسك التليفون. ولا اصور فيه. مما دفع العديد باتهامه والشك بأنه هو المسؤول عن تنزيل البوست ليصير ترند وليزيد عدد متابعينه بشكل كتير كبير. فخلال ساعات قليلة فقط تمكن من زيادة ما يقارب 300,000 متابع على صفحته على انستغرام وبوست الناعي فاق 170,000 إعجاب خلال ساعات قليلة. والبعض الآخر اتهم جهات أخرى من بينها كان مدير أعماله أو حتى حط احتمال أنه ممكن يكون حسابه تهكر. لا يرد أحمد الخليلي على كل هالاتهامات من خلال فيديو على سناب شات طمأن من خلاله المتابعين وصرح أنه غير مسؤول عن البوست اللي نزل لا هو ولا مدير أعماله. وانقسم الجمهور لمصدقين وداعمين له ولا مكذبين ومهاجمين له. يا أخوان أنا مش أنا اللي منزل هيك شغلة ولا أنا هيني الحمد لله أموري تمام أموري منيحة هيني صار سليم قدامكم. أنا حسابي مش قادر أدخل عليه على الانستغرام ونازل عليه الصورة هاي اللي شفتوها. أنا الحمد لله أموري تمام بس أي حدا شاطر أنا كويس الحمد لله والأمور تمام وما تخافوش ما فيش ولا إشي الحمد لله. بس بدي أحاول أرجع الصفحة عشان أمسح الموضوع يعني هذا وأمسح. أنا منيح شكرا. فشفنا كتير من ردود الفعل للمشاهير. فصباغ نشر ستوريهات من بعد تواجده طول الوقت بجانب عائلة أحمد. والله يا جماعة ما عندي أي تعليق على الموضوع غير أنه يعني
وصلت فينا الحال بالسوشيال ميديا انه يصير في اشي زي هيك، واحد ينزل انه هو مات ولا ما بعرف مين اللي منزل، عشان ممكن تحدي ولا اهداف معينة. بس اللي انت عملته، مين ما كان الشخص اللي سوى هذا الاشي، اللي انت عملته عملت كركبة كبيرة وعملت حركة ما بتنعمل على السوشيال ميديا، حياتي ما شفتها. فبدي احكي الحمد لله على السلامة، بس اللي صار ابدا مش صح، واللي عمل هذا الاشي لازم يتحاسب. اما احمد ابو الرب فنزل هالصور بدافع المزح، وتابع بتعليق كان بدون مزح: الحمد لله طلع الشاب عايش، ما بعرف شو قاعد يصير، في اشي كتير غلط ومش مزبوط بالقصة، يا رب ما يكون كلها قصة عشان حد يستفيد بطريقة من الطرق. وللعلم ما فيها كر هدفه بالحياة يزيدك متابعين، وصلنا لمرحلة انه كل اشي صار ممكن وبطل في حدود لطمع الناس. ننتظر تطلع معلومات اكتر عشان نفهم. وأيمن عابلي نشر ستوريهات علق من خلالها بي: بانتظار سبب منطقي مقنع إن وجد، وإلا هحكي الإشي اللي في قلبي وخانقني وحيكون جيم أوفر. اللي عمل القصة مين ما كان، استخدم القصة اللي صارت معنا بجنوب إفريقيا، وبعمري ما شفت أقدر وأوسخ من هيك، عديم إنسانية. ولورنس المنسي أيضا شارك ستوريهات تحدث من خلالها عن استغرابه من القصة، وأنه عم ينتظر مبرر للموضوع لا يقتنع. ورغدك يومي جيان فامتنعت عن التعليق ونشرت فقط هالستوري، واللي كتبت من خلاله: أهم شيء أنه أهله بالهم مرتاح، غير هيك ما في حكي. وغيث مروان نشر ستوري علق من خلاله بي: يا رب ما يصير ترند اللي صار اليوم. ووسام قطب أنهى هاليوم المتعب باحتفاله بعيد ميلاده مع عدد كبير من أصدقائه المشاهير، فاغتنم الفرصة لتعبيره عن الموضوع اللي صار وعن حبه لأصدقائه من خلال هالستوريهات. حاب احكي لكم في الجامعة الحلوة هاي، كل الناس الحلوة الموجودة هون، كل واحد هون عارف هو قد ايه بيعملي في حياتي. مع الظاهرة اللي صارت معنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي رجعتني لأصعب يوم في حياتي. وهسا انا عم بتطلع عم بلاقي نفس الناس اللي كانت موجودة في أصعب يوم في حياتي في اليوم اللي جيت فيه على الحياة. فأنا من داخل صمصيم قلبي كل واحد هون لازم يعرف انا قد ايه بعزه وبحبه وبقدره. ومن جهة ثانية شارك صباح اليوم أحمد الخليلي ستوريهات جديدة على سناب شات، نفى من خلالها كل الاتهامات اللي أسندت إليه، وأنه غير مسؤول عن البوست اللي نزل، وأن صفحته اتهكرت، ومن قام بهذا الفعل رح يعاقب قريبا جدا. فشو رأيكم باللي صار؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.